مرحبا بكم أصدقائي. كلما كبرنا في العمر باتت الأشياء التي تدهشنا أقل، لكن يمكن أن يكون هناك فرصة ليراودنا بعض الفضول إزاء بعض الأمور ومحاولة اكتشافها. وفي عصر المعلوماتية نواجه يوميا العديد من الادعاءات التي تحاول إقناعنا بأمور تبدو سخيفة وبعيدة عن الواقع وغير منطقية، لكن بعد التحقق والمراجعة تبين أنها حقائق تبدو لنا سخيفة ولكنها صحيحة 100% رغم بعدها عن المنطق. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم 30 حقيقة مدهشة سخيفة ولكنها صحيحة. فلنبدأ. السبب الأول للموت في الصحاري لا يعود للعطش وإنما للغرق، وهو السبب الرئيسي في وفيات الناس العرضية في الصحراء الكبرى أو أي صحراء شاسعة أخرى. ذلك لأن أمطار الصحاري عادة ما تكون مفاجئة وغزيرة، مما ينجم عن ذلك تشكل الفيضانات والسيول الجارفة التي تجرف أي شيء في طريقها حتى البشر. زيتونة واحدة تنجح بتوفير المال على شركة طيران. في عام 1987 تمكنت شركة أمريكان إيرلاينز من توفير 40,000 دولار من خلال إزالة زيتونة واحدة من صحن السلطة التي تقدم لعملاء الدرجة الأولى. حقيقة غريبة تفيد أن طي صحيفة إلى أنصاف 103 مرات سيجعل سمكها أكثر من عرض الكون المرصود. وعلى افتراض أنك قمت بطي صحيفة 83 مرة فإن سمكها سيصل إلى 967 مليون كيلومتر مربع أو 102 ألف سنة ضوئية، وهي مسافة أكبر من طول درب التبانة. إذا احتفظت بسمكة ذهبية في غرفة مظلمة فإن لونها سوف يتلاشى. أكثر من ثلثي سكان الأرض لم يتمكنوا أبدا من رؤية تساقط الثلوج. إن اجتمع 23 شخصا في غرفة فهناك احتمال 50% أن يتشارك اثنان بنفس يوم الميلاد، وإن كان في الغرفة 70 شخصا فالاحتمال يرتفع إلى 99.9%، وذلك اعتمادا على نظرية احتمالات تعرف باسم بيرثدي بارادوكس. ذكور الحمام تنتج الحليب لإطعام صغارها، فإن طيور الحمام من الذكور والإناث تنتج على حد السواء الحليب لإطعام الصغار، ويعرف حليب الحمام باسم حليب المحاصيل، وهو مادة ذات لون أصفر غنية بالبروتين والدهون ومضادات الأكسدة وعوامل تعزيز المناعة. وفقا للبحوث فإن الأشخاص الذين لديهم معدل ذكاء عالي يحلمون أثناء الليل أكثر من غيرهم. يقوم جسمك بحرق السعرات الحرارية عند العبوس أكثر من التي يحرقها عند تبسمك. البشر هم العداؤون الأكثر تحملا بين مختلف الكائنات الحية، فقد تجد هذه الحقيقة سخيفة مقارنة ببعض الحيوانات السريعة مثل الفهد والنمور والقطط، لكن العلم أثبت قدرة البشر على الصمود لفترات طويلة أثناء الجري، وذلك من خلال الحفاظ على التنظيم الحراري للجسم عبر التعرق وعدم وجود شعر نسبي على الجسم، مما يعطي البشر ميزة على الحيوانات في الجري باستثناء الخيول. الخنافس تشكل ربع أعداد الحيوانات المجتمعة في العالم، مع وجود أكثر من 36 ألف نوع من الفقاريات و 9000 نوع من الطيور و 4000 نوع من الثدييات. يعتقد العلماء أن هناك 1.5 إلى 10 مليون نوع من اللافقاريات، مع تقديرات بأن العدد يصل إلى 30 مليون، وتشكل الحشرات 75% من أعداد الحيوانات، وتشكل الخنافس منها نسبة 40%. تم اختراع فتاحة العلب قبل اختراع الطعام المعلب. الحيتان التي تقوم بغناء المقطوعات الموسيقية الخاطئة تضيع وتعيش وحيدة. حجم عيون النعام أكبر من حجم المخ لديها. تم اختراع الولاعة قبل اختراع أعواد الكبريت. أظهرت البحوث الحديثة أن بناة الأهرام لم يكونوا عبيدا بل كانوا عمال مدفوعي الأجر. نحتاج إلى 1.3 مليون أرض مثل الكوكب الأرضي لتعادل حجم الشمس، وهي كوكب متوسط الحجم على أي حال. ملكة إنجلترا هي المالك الشرعي لسدس الكرة الأرضية. هناك عدد من الأحياء في ملعقة صغيرة من التربة تفوق عدد البشر أجمعين. قبل تطور النباتات لشكلها الحالي
كانت الأرض مغطاة بالكامل بنباتات تعيش الغراب العملاقة. يصدم البرق الأرض 100 مرة في الثانية الواحدة، أي ما يعادل 8.6 مرة في اليوم. مساحة روسيا أكبر من بلوتو. جامعة إكسفورد أقدم من إمبراطورية الأزتيك. إذا كانت الشمس بحجم خلية الدم البيضاء، فإن مجرة درب التبانة كاملة ستكون بحجم الولايات المتحدة. النجوم في الفضاء تفوق عدد حبات الرمل الموجودة على كل شواطئ العالم. مقابل كل إنسان واحد على الأرض يوجد 1.6 مليون نملة، ويقدر الوزن الكلي للنمل بوزن كل البشر على الأرض. الغلاف الجوي لكوكبي المشتري وزحل يمطر الماس. الحيوان الوطني في اسكتلندا هو وحيد القرن الأبيض. هناك ما يكفي من المياه في بحيرة سوبيريور تغطي كل من أمريكا الشمالية والجنوبية في مساحة قدم واحد. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. نراكم في فيديو قادم إن شاء الله. في أمان الله.